السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مدير الكرام، أهلا وسهلا من جديد معكم يا محمد من قناة وي نو كونكر. فيديو جديد من فيديوهات كول أوف ديوتي موبايل. والنهاردة يا جماعة السيزون الجديد، السيزون الثاني، تاسك فورس 141. بصراحة سيزون رهيب جدا 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 وحربي، كنت بتمنى كده بصراحة. بس ملحوظة كده يا جماعة عشان نبدأ الفيديو كده، احنا بنشوف الحياة الجديدة اللي اتعملت دلوقتي. وانت شاحن معلومة بس كده، وانت شاحن البيتل باس، شاحن اللي هو جراوند فورسز، كان في 4 ايام زيادة، لان يعني هو جه بعد الايه، بعد السيزون واحد ب5 ايام، تمام. فانت دلوقتي عشان لسه مشترك فيه، فهو اداك الشخصية بتاعت يوروبيان تريكر، يوروبان تريكر، وكمان سلاح اللي هو سكن الكي ار ام جولد سبيد، وكمان الشنطة اللي هي باك باك ام لودر. بصراحة ستايل حلو، عجبني جدا جدا جدا. سكن فوق فوق ممتاز، انا داخل دماغي بصراحه. غير المميزات طبعا انت بتاخدها، بس المطلوب منك انت خلي بالك تشحن برضو، يعني هتعمل لك رينيو لازم تشحنه عشان لا قدر الله ما يحصلش اي حاجه لحسابك، لان انت هتاخد طبعا السيزون الثاني ببلاش. حتى هم زودوا هنا 4 ايام، خلي بالك يعني، فمن ازاي ان السيزون هتلاقيه زايد 4 ايام؟ عاملين حساب الموضوع ده، هتلاقيه مكتوب هنا مثلا ال 34 داي او 35 يوم، اهو شايفين يعني هم عاملين حسابهم بزياده. عندك هو جوست اول حاجه، ديسك فورس، عندك سلاح الاي اس ام سنيك سكين، عندك هولدز لاين ايموجي حلو بصراحه، وكمان سكواد ده ليجندري، حاجه ممتازه جدا. وغير كمان الفريم سناب شوت تشارلي سترايكر، بصراحه ما عجبنيش السكن ده، ما عجبنيش خالص. عندك كمان اللي هو جاك 12 اللي مستنينا بصراحة، غير الصورة بتاعت إليكس راي، عندك الميدالية أوبسي، سلاح الأوتلو جاز سي تي اس اف او، عندك كمان آخر حاجة أليكس، واسكن السلاح اللي هو جاك 12، مع كمان سلاح اللي هو بي كي ديسكارد. معلومة لازم تشحن اللي هو السيزون ده عشان ما تعملش حاجة لحسابك، تمام. انا نفسي انا شحنت السيزون عموما، يعني انا من نفسي هختار 4 بإذن الله تعالى، واخليهم 5 يكسبوا السيزون الثاني مجاني عن طريق الشحن اللي هو جراوند فورسز او 420 سي بي، تمام. يعني حوالي 80 جنيه لخمس فائزين. فبإذن الله تعالى اول حاجه تنساش تعمل لايك للفيديو ومشاركه الفيديو في كل الصفحات وجروبات كول اوف ديوتي موبايل، وتكتب الاي دي بتاعك في التعليقات عشان تكسب السيزون الثاني. من مميزات السيزون الثاني يا جماعه، لحد دلوقتي مفيش اي حاجه اضافات جديده اضافت، لسه مفيش اي مهمات جديده، السكنات مش حلو خالص. كمان عندك اللي هو السكن الشهري، شوف هنا حتى تلاقيه مزودين 35 يوم. السكن الشهري المميز هزمه بومبر، بصراحه انا كنت مستني السكن ده، كنت مستنيه بجد يعني، بصراحة سكن رهيب جدا جدا جدا. عندك كمان الشنطة بتاعته، الشنطة بتاعته مش لذيذة بصراحة بالنسبة لي، بس مفيش أي إضافات تانية حصلت، لسه مفيش جديد. نيو ملتي بلاير فيوتشر، لسه 10 في 10، هي مفيش أي جديد، لسه مفيش أي جديد. المهم يا جماعة زي ما انتوا شايفين السكن هو كمان سكن جوست، بصراحة أنا عاجبني السكن بتاع يوربان تريكر ديه، ممتاز جدا جدا جدا. زي ما بقول لك، لو عايز تكسب السيزون التاني مجانا، اعمل لايك للفيديو ومشاركة الفيديو والاشتراك للقناة أهم حاجة، ومشاركة الفيديو في كل الصفحات وجروبات كول أوف ديوتي موبايل، والتعليق بالاي دي بتاعك. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.